كل وجبة تأكلها بمطعم تايلاندي تعني أن تايلاند نجحت في ممارسة الجاسترو دبلوماسي عليك، وهي تعني حرفياً دبلوماسية المعدة، الطريق الأقرب الذي وجدته الحكومة لقلوب الأجانب خارج تايلاند. كيف؟ أطلقت تايلاند العام 2002 حملة ممولة حكومياً لافتتاح 5500 مطعم تايلاندي وتسهيل تصدير أطعمتها لكل العالم. الجاسترو دبلوماسي هي باختصار استخدام الطعام لنشر ثقافة بلد وتقوية تأثيره خارج حدوده، ونشأتها تعود لعاملين ظهرا مع مطلع الألفية الثانية: العولمة، أي جعل أي شيء عابرا للحدود وعالمي الانتشار، والفودي كلتشر، أي ثقافة الطعام القائمة على تدوينات خاصة بالأكل من مختلف مطابخ العالم ومشاركة تجربة الأكل في مطاعم ريفيو ومجتمعات المتذوقين للأكل على أنواعه وما ينشرونه من فيديوهات وغيرها. بدأت كوسيلة لتبادل الثقافات بين الأمم، ثم تحولت لطريقة لمد الهوية الوطنية خارج الحدود. لكن كيف فعلت تايلاند ذلك؟ سنشارككم قصة أوردتها شبكة كوارتز عن سيدة تايلاندية تدعى تشيلسا فيتس، التي افتتحت عام 2018 مطعما تايلانديا في العاصمة الأمريكية واشنطن. بعدها تلقت اتصالا من سفارة بلادها لتخبرها بأنها فازت بجائزة تقديرية من وزارة التجارة لأن مطعمها يقدم الوجبات التايلاندية على الأصول. ليس هذا فقط، فقد شمل برنامج ترويج الطعام التايلاندي تدريب طباخين ومنح قروض للمطاعم، بل ودراسة آراء الأجانب في النكهات. نجاح هذه السياسة أوصل عدد مطاعم تايلاند خارجها عام 2022 ل20,000 مطعم، منهم أكثر من 5,300 بأمريكا وحدها. فما الذي استفادته تايلاند؟ يقول مؤسس مركز لافانتين للعلاقات العامة بول روكر إن الناس الذين جربوا الطعام أكثر سافروا إلى تايلاند أكثر، بل وازدهرت السياحة بسبب الطعام، بل ويذهب ثلث ما ينفقه السياح على الطعام. وقبل الجائحة كانت تايلاند البلد الأعلى زيارة بين دول جنوب شرق آسيا. على أرض الواقع أصبح ما قامت به تايلاند يشبه ترند في العلاقات الدولية. كوريا الجنوبية أطلقت دبلوماسية كيمتشي وأنفقت عليها عشرات الملايين من الدولارات. من أهم أدواتها إغراق يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات تستعرض أصناف الطعام أشهرها حملة رعتها الحكومة، أبطالها نجوم الكي بوب الذين قدموا أغنية كي فود بارتي باللغة الإنجليزية لترويج الطعام الكوري عالميا. وانضمت لبنان أيضا بحملة تيستي لبنان، واليابان بحملة جلوبال سوشي. أما المكسيك فاستطاعت عام 2010 بعد إصرار إدراج طعامها على قائمة منظمة اليونسكو كجزء من التراث الإنساني العالمي. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.